اكثر حدا بتخوفه بالكون؟ كل العالم، لانه صار وقت انك تبلشي تخوفي. انت ممثل شريف مثلا وبدك تحكي. طب لحظه، هلا انت عم تحكي جد؟ الموضوع هذا غلط وخاطئ ولازم يتعالج. صاروا يبعثوا لي مساجات انه هن بدهم يتهجموا علي وبدهم يقتلوني، وبس يشوفوني بدهم يضربوني. رح تترشح على الانتخابات؟ سوا بنستقبل ابناء الراحل فهد بلان. واشرح لها عاد حالاتي يا روحي عبيد. بعدنا مع رابعة الخميس بعد الأخبار على الجريد.